فإذن الحرب سوف تدمر لبنان ولن تخدم القضية الفلسطينية. منشان هيك لبنان يجب أن يكون ضد الحرب. إنه مش عم بمزح، بدي أحمي حدودي الشمالية مثل ما اضطريت بعدين فوت على غزة. أنا عم بنقل حرفياً شو عم يجينا أجواء عبر التاريخ. ما في مكون لبناني واحد سعى يكون مستقل كدولة لحاله. الأمريكي عم بيقول كل عمره أنا داعي لإسرائيل وأنا جاهز لتسليح إسرائيل، وعندي فوق المليار دولار كل سنة أسلحة وزخائر وتدريب وتجهيز للإسرائيليين. لا علاقة بتاتا بين القوات اللبنانية وجند الرب. بتعمل بسلاح حزب الله باللامركزية، بتعمل شيء. هيدا مش بس شعار لبنان لا يريد الحرب، لأنه هيدا مرتبط بالمصلحة الوطنية العليا، مرتبط بمصلحة شعبنا. لبنان مش لازم يريد الحرب، خاصة أنه صار له عايش على إيقاع القضية الفلسطينية 76 سنة. ما في دولة بالعالم ولا بالتاريخ عاشت على إيقاع دولة أخرى وشعب آخر لفترة تقريبا كل حياتها، يلي هو بلبنان 76 سنة. بدي اليوم افتح هلالين تقول 48 استقبلنا النازحين أو اللاجئين السوريين بعشرات الألاف، صاروا بعدين مئات الألاف. 69 عملنا فتح لاند. 75-76 حرب مفتوحة. بشو خدمنا القضية الفلسطينية؟ ليش رجع الرئيس ياسر عرفات ورا منه رئيس أبو مازن يقول إنه أخطأنا في إدائنا في لبنان؟ فإذن الحرب سوف تدمر لبنان ولن تخدم القضية الفلسطينية. منشان هيك لبنان يجب أن يكون ضد الحرب. يعني في عنا معلومات بتجي من الأطراف، أصدقائنا في العالم اللي عندهم تواصل مع الكل. إسرائيل بكلمتين عم بتقول سياسة الاحتواء دون السيطرة اللي استعملت بغزة وبجنوب لبنان فشلت بغزة، فإذن رح تفشل بجنوب لبنان. وبالتالي عم بيقول الإسرائيلي أمرين، عم بيقول مش معناته منصاع للي عم بيقوله، بس هيدا اللي عم يوصلنا منه كرسائل. عم بيقول لن أقبل أن تستمر سياسة الاحتواء دون سيطرة مع لبنان. الثانية مش عم بمزح، يعني هيدي الكلمة الأساسية اللي عم تتكرر عند الكل، إنه مش عم بمزح، بدي أحمي حدودي الشمالية مثل ما اضطريت بعدين فوت على غزة. أنا عم بنقل حرفيا شو عم يجينا أجواء. هلأ بتقلي شو بده يعمل، بتقلي أيمتى بده يعمل، بقلك ما بعرف، بس الأجواء أنه لن أقبل باستمرار الوضع كما هو. عم بيطالب بانسحاب حزب الله 30 كيلومتر شمال الليطاني، يعني شمال الحدود، يعني على حدود الليطاني. وبالتالي عم بيقول أنا مش عم بمزح، في مصيري بدأ جاهز لضربة كتير كبيرة. بالمقابل حزب الله شو عم بيقول؟ حزب الله عم بيقول لن أنسحب إلى شمال الليطاني، لن أتخلى عن الاشتباك ولو ضمن قواعد اشتباك محددة، ولكن بنسميها الاشتباك بالأسلحة المباشرة، لا بالصواريخ ولا بالمدفعية. والثالثة عم بيقول ما بدي حرب. وبالتالي هل هالأمرين هودي بيتلاقى بيناتهم مساحة مقبولة من الاثنين؟ هيدي ما بعرف، وأنا منتفض وغير قابل لوضع مصير لبنان بيد مكون لبناني. ارتباطاته الإيديولوجية والعسكرية والأمنية والسياسية والمالية هي ارتباط بإيران. أنا ما في يقبل كمكون لبناني، مكون مؤسس لهذا الوطن، تم أقول هو اللي أسس هذا الوطن، يعني البترك نحويك 1920 أراد المسيحيون تاريخيا أن يكون لإلهم دولة. وبدي حدد شغلة عبر التاريخ، ما في مكون لبناني واحد سعى يكون مستقل كدولة لحاله. فإذا في هذا الإجماع الوطني على الكيان اللبناني الذي يتفرد اليوم بالقرار عن كل المكونات اللبنانية ويعرضهم لخطر، إما يصير مثل ما صار بغزة أو مثل ما صار بال2006 بجنوب لبنان، هذا أمر مرفوض بكل المقاييس. وهذا الأمر ما منقاربه من زاوية موازين القوى، منقاربه من زاوية المبدأ والمصلحة الشعب اللبناني المستدام. طبعا باستثناء 1956 الحرب الثلاث ايام من شان تأميم قناة السويس اللي خضوها الفرنسيين والبريطانيين، وكان الامريكي ضد الاسرائيلي. بغض النظر عن هذا الاستثناء الوحيد،
الأمريكي عم بيقول كل عمره أنا داعم لإسرائيل وأنا جاهز لتسليح إسرائيل وعندي فوق المليار دولار كل سنة أسلحة وذخائر وتدريب وتجهيز للإسرائيليين. فإذا هذه ليست مفاجأة، هذه جزء من اللعبة بدنا نشوف ننظر لها بشكل واقعي، ولو أنه نحن بدون أي شك نعيب على المجتمع الدولي تصرفه أو عدم تصرفه أو غيابه عن الموقف الفعلي والإنساني في موضوع ما يحصل في غزة. صاروا فوق 15,000 قتيل، عدد تصريحات للبعض وليس للكل أنه يجب وقف إطلاق النار وحماية المدنيين، ما نعمل ولا شيء، وهذا شكل هذا شيء مرفوض بكافة المقاييس. وبدي أقول أكثر، بلبنان من 75 إلى 90 دمر لبنان، ما حدا تدخل، بغض النظر عن 83 والقوات المتعددة الجنسيات، وعند أول عمليتين عملهم حزب الله على الأمريكيين والفرنسيين ضبوا غراضهم وفلوا. فإذا هذا المشاهدة كأنه عم يحضروا فيلم سينما لما يحصل في غزة وفي الشعب الفلسطيني أمر مرفوض بكافة المقاييس، مثل ما كنا رافضينه على نفسنا بين 75 و 90، ما فينا نقبله على الشعب الفلسطيني. هذا خرق مش بس لقواعد أنا صراحة قواعد الاشتباك لا تعنيني، هي قواعد اشتباك بين طرف متفرد اسمه حزب الله وبين عدو اسمه إسرائيل. فإذا أنا قواعد الاشتباك لا تعنيني، ولكن هل في خرق للسيادة اللبنانية؟ أكيد في خرق للسيادة اللبنانية، وهذا ينذر باحتمال توسع الصراع، لأنه عمليا عم توسع وصلت للضاحي ولم هنالك. أنا ما إلي أقول إذا الإسرائيلي عنده تكنولوجيا عم ترصد القاضي في حزب الله أو عنده خرق أمني في 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 داخل حزب الله، هيدا صراحة ما بيعنيني. أنا بيعنيني عدم خرق السيادة اللبنانية من الطرفين، ولو إنه حزب الله مكون جمهوره اللبناني، بس هو مش مكون لبناني، بس الطرفين عم بيعرضوا لبنان للانجرار لمعركة لمذبحة لتدمير لبنان. وبالزمانات بال2006 مش كتير من زمان دمر جنوب لبنان بشكل أساسي، بس مش بس جنوب لبنان، يعني جسر المعملتين، جسر المديري، لما هنالك محطات الكهرباء، اجت قطر واجت المملكة العربية السعودية وساهمت بشكل كبير في إعادة الإعمار، وتعرف نتذكر شكرا قطر وإلا ما هنالك. ولكن هالمرة في أكد تماما أنه ما حدا رح يصلح لوح إزاز، ورح أقول لك ليه، لأنه اللي عملوه اللبنانيين وتحديدا وزارة الخارجية وتحديدا وزارة الخارجية يلي تحت سيطرة جبران باسيل من سنوات وسنوات، عزلت لبنان عن كل دول العالم، وما فيك تعزل لبنان عن دول العالم وبذات الوقت تجي تقول تعوا ساعدوا. أنا اعتقادي الأساسي أنه لبنان مكشوف على المستوى السيبراني، يعني لا عنا التجهيزات اللازمة، لا عنا المعرفة اللازمة، ومنعرف كل دول العالم قديش بتستثمر ملايين وملايين الدولارات لتحقيق أمنها السيبراني. بدي افتح هون هليلين سريعين، كنا قبل بس نحكي عسكر نقول بر بحر جو، اليوم بر بحر جو سيبراني، يعني هيدي أرض معركة مفتوحة مثل معارك البر والجو والبحر. لبنان مكشوف على المستوى السيبراني، بعتقد بسهولة كبيرة قدروا خرقوا التجهيزات بالمطار. ما بعرف إذا حزب الله وراها عم بسمع كتير عن هذا الموضوع، بس أنا شخصيا ما برمي التهم جزافا إذا ما عندي معلومة قادر التأكد منها وهي من مصدر موثوق، ما في إرمي التهمات جزافا. لا علاقة بتاتا، نحن حزب سياسي، عنا تاريخنا، عنا واقعنا، عنا تطلعاتنا، عنا موقفنا، ثوابتنا، عنا كتلتنا البرلمانية، وقبل منها كانت الكتل الوزارية. جنود الرب مش لأنه ببيئة مسيحية معينة يعني صاروا تابعين للقوات، في كتير بالبيئة المسيحية مش تابعين للقوات، من طيار الوطن الحر وغيره وغيره. وبالتالي لا علاقة بتاتا بين القوات اللبنانية وجند الرب. وبدي أذكر هون، في شي مرة خفينا موقف لإلنا أو توجه لإلنا؟ أبدا. وبالتالي لو في علاقة كنا على السطح أعلننا عنها، ما في علاقة.
بدي يكون كتير واقعي، بس 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 بدي بلش بعنوان. العنوان الخطير انه كتار وتحديدا بالبيئة المسيحية صاروا عم بيطالبوا بين اللامركزية او الفيدرالية او الانقسام، وما فينا ما نتوقف عند هالطلب هيدا وعند هالمقاربة هيدي، لانه صار في نوع من يأس من الادارة المركزية للشأن اللبناني، ويأس من عدم احترام الشراكة تحديدا من خلال سلاح حزب الله وكل ما نتج عنا من تبادل المواقف، يعني حميلي سلاحي بحميلك فسادك، والانهيار الاقتصادي اللي حصل بالبلد، واهم شيء خنق مساحة الحرية في لبنان. فاذا بالمكون المسيحي بلبنان اللي تفضلت فيهم مطروحين وبقوة، انما نحن كمسؤولين ما فينا نركض وراء فقط انطباع الشارع، بدنا نفكر بالمصلحة الوطنية العليا وبمصلحة المسيحيين المستدامة. الدولة اللبنانية حققت أمرين لأول مرة بالتاريخ بيصيروا من الجانب المسيحي، بدي أقول وأستطرد بعدين، لهن حماية الدور وحماية الوجود، مش بس الوجود، الدور والوجود. وهون ما فيهم يتأمنوا إذا حماية وجود ودور المكونات الأخرى غير مؤمنة. ولكن اليوم في خيبة أمل كتير كبيرة، الدولة المركزية فشلت تقريبا بكل شيء، تمقول بكل شيء، وبالتالي لا، في اليوم إعادة نظر من مكون خلق لبنان الكبير سنة 1920، وهذا أمر خطير جدا. فإذا نحن بدنا نحافظ على الدولة اللبنانية، بدنا نحافظ على هالدولة اللي سمحت لنا اليوم نكون بالأمم المتحدة، عنا الباسبور تبعنا، عنا علمنا. ما هو مشكلة اليوم الظرف بيسمح انه يكون في شيء من هذا القبيل، بس بذات الوقت الإدارة المركزية فشلت بكل شيء، وبالتالي نحن اكيد بشكل كتير واضح ندعو لإدارات لا مركزية، من قصة الكهرباء لقصة المي لكل المواضيع. وهون بدي اسف انا اليوم كنايب عن منطقة بعبدة ومشكلة الكوستا برافو المهنالك، دولة فشلة بلم النفايات، شو بدك تتأمل منه؟ فإذن اللامركزية الإنمائية على كافة المستويات، ولكن دون التضحية بالدولة اللبنانية، علما أنه لو قد ما وسعنا اللامركزية في عنا مشاكل مركزية كتير كبيرة. شو بتعمل بسلاح حزب الله باللامركزية؟ ما بتعمل شيء. شو بتعمل بعلاقات لبنان الدولية؟ ما بتعمل شيء. شو بتعمل بضبط الحدود والكبتاجون والإرهابيين والمقاتلين؟ ما بتعمل شيء. شو بتعمل بسعر صرف الليرة وبالاقتصاد اللبناني؟ ما فيك تعمل شيء. وبالتالي منا حل سحري، ولكن هذا مطلب، نحن مع هذا المطلب من الجانب الإنمائي. يعني صراحة في هالكوينت الخمس دول يلي عم بيتابعوا الموضوع اللبناني، ما بيخفى عليك انه صار في تعب من لبنان، عم اذا اللبنانية تعبوا من لبنان، شو مخلي للدول الخارجية، وخاصة انه كمان مرة بإدارة تيار الوطن الحر وتحديدا جبران باسيل للملف العلاقات الخارجية ووزارة الخارجية، دمرت العلاقات مع الكل مع الكل مع الكل، ضل في بس ايران وسوريا نتواصل معهم، الباقي 190 دولة ممنوع نحكي مع حدا. فإذا هذه الوساطة، يعني بدي ارجع استعمل تعابير جون إيف لودريان، أنا وسيط واحد، اثنين أنا أسعى لإيجاد مساحات مشتركة، ثلاثة ما عندي اسم، أربعة ثلاثة ما عندي اسم، وأربعة لا أدعو إلى الحوار، أدعو إلى التواصل وليس إلى الحوار، لأنه وضحت عنده نحن كمان اللي وضحناها أنه أي فتح لمجال الحوار قبل انتخاب رئيس هو قتل لما تبقى من الديمقراطية في لبنان. هيدي مقاربة لكوينت بشكل أساسي، الفرنسيين هن اللي عم بيظهروها، في بعض التحركات للجانب القطري كمان، ولكن كله هيدا إذا قدر أدى إلى مساحات مشتركة كتير منيح، ولكن أول شيء شبه مستحيل تؤدي إلى مساحات مشتركة تحديدا مع حزب الله للأسباب الإيديولوجية والاستراتيجية، ومع جبران باسيل بأسباب لعبة السلطة. وبالتالي كتير صعب مثل ما قلت تلاقي المساحات المشتركة للانطلاق للخطوة القادمة.